السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالة كمان سمول بارتس تستيكولار الترا ساوند لقينا فيها نقط بيضة، ونركز نقط بيضة مش ارياز بيضة. تعال نشوف مع بعض. ده ادلت ميل بيشنت جاي من العيادة بمايلد رايت ستيكولار بين. انا بدور يمكن شوية اوركايتس ولا ابديدمايتس ولا تورشن ولا طبعا هنعمل كالر وهنبص على فوكال ليجن وهنبص كذا كذا. الاستادي كلها نورمال تمام ما عدا نقط بيضة سكاترد على الناحيتين. التستس ايه الاخبار بتاعها؟ السايز مهم في الحالات دي، ان انا ابص عليها فيها اتروفي ولا لا، يعني الفوليوم بتاعها مثلا اقل من 12 سي، يعني البوردر لاين بتاعنا يوصل لغايه 10 سي تمام، بس لو قال عن 12 ده اللي هو دوكيومنتد هنسميها تستيكولار اتروفي. مهم ان انا ادور على اي هايبوكايك ليجنز مع التستيكولار ايكوجينيك فوساي دي، يبقى ابص على السايز اشوف اي ليجنز، اسال العيان جالك لا قدر الله مثلا حاجه قبل كده، بس لو جاله تيومر غالبا هيبقى فيه اوركتومي، هتبقى متشاله ناحيه. هل جه لحد من العيله تيستيكولار تيومر قبل كده؟ يبقى دي اسئله مهمه اسالها العيان بتاع اللي هي الايكوجينيك مايكروفوسايدي او تيستيكولار مايكرو ليثايسيس. دي عباره عن ايكوجينيك فوساي نون شادوينج لانها السايز بتاعها صغير جدا، فالالترا ساوند مش هتعمل طبعا شادوينج وراها لان البيم بيعدي من وراها من الناحيه دي ومن الناحيه دي زي كده اللي بيحصل مع الكومباوند ايمجنج يعني. طيب ايفنلي ديستريبيوتد على الناحيتين، مهم ان يبقى ايه؟ معهاش ماسز معهاش اتروفي. تسال العيان على ايه؟ هساله على في جيرم سيل تيومر يعني ستيكولار تيومر في حد مثلا من العيله. انت حصل لك اندسند تيست او مال ديسند تيست وانت صغير ورجعتها؟ طب رجعتها امتى؟ وطبعا بقول لك السايز وكده. ليه الكلام ده؟ هقوله لكم حالا لان ده هيبقى اسمها ريسك فاكتورز لازم نعرفها. طيب الجريدنج بتاعنا، الجريدنج في نوعين، في الاولاني بيقول لك ليميتد وكلاسيك وديفيوز اللي هي اقل من خمسة ازيد من خمسة حاجة بسيطة او انيومرابل، يبقى دي طريقة جريدنج. في جريدنج تانية مايلد مودريت سيفير. بصراحة انا احب امشي مع الالفاظ اللي هي السبجكتيف اكتر ما اقول جريد 1 وجريد 2 وجريد 3، انا ما بعدش يعني بدقة. جريد 1 او المايلد اللي هي اقل من 10 سكاترد مايكرو فوسايل، من 10 ل 20 بالتقريب اللي هي الجريد الثانيه، او انا بقول لكم احب اللفظ الايه سبجكتيف شويه اللي هو مودريت تمام. طب انيومرابل ماري تيست بالكام؟ ده اللي هو السيفير او جريد 3 اللي هو اكتر من 20 تمام. السيجنفكنس بتاعتها كويري سيجنفكنس، يعني مش لازم اي واحد لقيت عنده اللي هي المايكروفوسايل دي يبقى اجري انت تيومر، لا تمام. لكن لو عنده ريسك فاكتورز نبدا نقلق. نقلق يعني نعمل ايه؟ اكوردنج لليوروبيان سوسايتي اوف يورولوجيكال يوروجينيتال راديولوجي قال ان العيان اللي عنده ريسك فاكتور في المالجنسي هنقول عليهم هو ده فقط فقط اللي تعمل له انيوال التراساوند فولو اب لغايه سن ال 55. عنده هيستوري اوف مالد السن، يبقى دي تخلص بالهيستوري. ما لقيتش ناحيه من ناحيتين مثلا ولا حاجه، يبقى كان عنده جيرم سيل تيومر وشايلها، او كان حصل مثلا تورشن ويثبتها تمام، او الفوليوم بتاعها صغير يعني تستيكلو اتروفي، او حد من الفاميلي تمام جاله السكروتال تيومر، يبقى في حاجات هتخلص بالاكزامينيشن زي مثلا التستيكولار اتروفي تمام، وفي حاجات ممكن تخلص بالهيستوري، يبقى لازم يبقى في بروبر هيستوري تيكينج. لقيت المايكروفيساي دي ابدا دور بقى على اي حاجه هايبو، مش هايبو يعني مايكرو برضه تمام، لكن هايبو اوكايك ليجن اوكي، زي مثلا ده ايه ده؟ ده في هايبو اوكايك ليجن مع المايكرو ليثايسز دي، المايكرو ليثايسز من ملي لغايه مثلا حتى 2 او 3 ملي، هايبو اوكايك ليجن اقدر اخد منه بايوبسي؟ لازم تو بي بايوبسي، اطلب له ام ار، اعمل بقى الاستيجنج بتاعك، لان غالبا الهايبوكايك ليجن اللي هيبقى معاهم بينلس ده ممكن يكون سيمينوما، فطبعا حاجه كويسه جدا ان انا القطها في بدايتها ما استناهاش لغايه لما تبقى مالتيبل وتكبر اند اند اند.
فدي كده خلاصة التستيكولار مايكرو لاتايس ايكوجينيك فوساي ملي 2 ملي ايفنلي ديستريبيوتد، موجودة على الناحيتين، ليها جريدنج سيستم مايلد مودريت سيفير 10 20 او اكتر، تمام. ليها ريليشن مع الجيرم سيل تيومر، تمام. هي موجودة في قد ايه من البشر؟ اقل من 0.5%، يعني نسبة قليلة مش نسبة كتيرة. لكن الناس اللي عندهم جيرم سيل تيومر حوالي 50% منهم، طالما في جيرم سيل تيومر هتلاقي في مايكرو لتايسز. فهي بيقول انها بتزود الانسيدنس او الفولس، يعني الريسك بتاع الجيرم سيل تيومر كتير اكتر من 8 اضعاف. ودي بقى الريكومنديشن بتاعتنا، امتى نعمل انيوال فولو اب لو في واحد من الريسك فاكتورز دول مش موجودين، يبقى خلاص بندوكيومنت وخلاص على كده. دي كده مش هنريكومنت انيوال فولو اب لو مفيش الريسك فاكتورز. اوكي، يلا بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.